في خطوة جريئة ومثيرة للاهتمام، انتشر فريق من النساء التي يرتدين سترات سميكة واقية من الرصاص وخوذات ثقيلة ويضعن دروعا واقية للوجه في الحقول الوعرة بمحافظة البصرة العراقية من أجل إزالة الألغام الأرضية، ويمثلن هؤلاء أول فريق نسائي لإزالة الألغام في البصرة. وتمرر النساء أجهزة الكشف عن المعادن الثقيلة فوق التربة، وينحنين بحرص وبأقصى دقة ممكنة ليزحن الرمل عن الأدوات الحادة وسط الركام في تحد للفوارق بين الجنسين، وذلك ليخلصن محافظتهن من المواد المتفجرة الخطيرة. أسباب انضمامي بالدرجة الأساسية هو طابع إنساني، كون إن محافظة البصرة تحتوي على الكثير من الألغام وبها مساحات جدا شاسعة، هي يعني حرمة الناس من السكن في هذه الأراضي، إضافة إلى قلة الوعي لبعض الناس أدت إلى حوادث يعني لا تعد ولا تحصى في محافظة البصرة. الفريق النسائي تشكل في الآونة الأخيرة من قبل شركة محلية تعمل في تطهير الألغام، وجرى تدريب الفريق الذي يضم 14 امرأة في دورات استمرت 40 يوماً، كما تم تزويدهن بالأدوات والمعرفة اللازمة لكيفية العثور على أنواع مختلفة من الألغام وإزالتها بأمان. أول ما شفت الألغام وتصنيفاتها وكلهم يشرحوا لي وشلون أقدر أتفادى وشلون أقدر أني أزيله من الأرض، فكان بالنسبة لي لغة جديدة، بالعكس حبيت أني أتعلم أكثر، أن زين أنا يمكن أصادفني بحياتي العادية، مو إلا أنا باحثة، يمكن يصادفني بحياتي العادية، فلازم أعرف أني أتعامل وياه. ومع ذلك لم تكن مهمة إزالة الألغام والمتفجرات الصعبة هي العقبة الوحيدة أمام هؤلاء النسوة، حيث واجهتهن عقبة أخرى أكثر صعوبة، وتتمثل في رفض الأهل والأصدقاء والمجتمع المحلي لعمل النساء في مثل هذه المهام الصعبة. لحد الآن ماكو أحد يعني شجعني على هذا المجال، بسبب تعرف أن الأهل يخافون، ومجرد تسمية إزالة الألغام هي سبب رعب لكثير من الناس، خصوصا الأهل والناس المقربين، وللآن يعني الأهل رافضين والأصدقاء رفض تام. وقتلت الألغام وتسببت في إصابة عشرات العراقيين في شرق وغرب مدينة البصرة خلال السنوات الماضية، ومنذ الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج ما زالت آلاف الكيلومترات مليئة بالألغام في أنحاء المحافظة.